احنا معانا على تليفون دكتور احمد بدران، الاستاذ باثار القاهره. دكتور احمد اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين. ازاي صحه حضرتك؟ كله تمام الحمد لله يا استاذ يوسف. دكتور احمد نورني ونور المشاهدين بالكلمات اللي اتقالت. الكلمات اللي اتقالت في الافتتاحيه اللي تمت والاوركسترا والعازفين دي عباره عن انشوده خاصه بالمعبوده ايزيس، والمعبوده ايزيس دي من اهم المعبودات والارباب في مصر القديمه والحضاره المصريه القديمه، لان هي كمان لها دور مهم جدا في نشاه الحضاره نفسها. المعبوده ايزيس هي زوجة أوزيريس، وهما الاثنين دول اللي أنجبوا حورس، اللي هو كل الملوك اللي جلسوا على عرش مصر كانوا بيمثلوا حورس على العرش. إيزيس دي في الحضارة المصرية ليها بتدينا معاني وقيم كتيرة جدا، زي قيمة الأمومة اللي هي أنجبت حورس، وقيمة الوفاء اللي هي كمان بعد صراع على العرش بتاع مصر ما بين حورس وست أوزيريس وست، هي اللي أشرفت على دفن وزير. إيزيس دي شهرتها تعدت الأراضي المصرية، وليها مقاصير عسر على مقاصير فيها في اليونان وجريت في روما لشهرة هذه المعبودة. الأنشودة اللي تم عزفها دي بيسميها أنشودة المهابة أو العظمة الخاصة بإيزيس، وهي دي متاخدة من على جدران معبدها في دير الشرويد في غرب الأقصر. بتتكلم عن ألقاب المعبودة إيزيس الهامة جداً، وطبعا خرجت بطريقه مبهره، ودي عوده للجذور والاصول حتى في اللغه المصريه القديمه بخطوطها المختلفه الهيروغليفيه والهيراتيقيه والديموطيقيه واخرها القبطيه كمان. جميل. طيب يعني الكلمات كانت بتقول ايه؟ الكلمات كانت بتقول ايها البشر وايها المعبودات، ايها الموتى، ايها المعبودة العظيمة إيزيس القادرة عين رع التي خلقت الكون، وهكذا كلها من الصفات اللي هي بتبجل هذه المعبودة لدورها كبير في الحضارة المصرية القديمة. هي المقطوعة صغيرة بالنسبة للغة المصرية القديمة، لكن لتكرارها بطريقة العازفين والمؤدين فتحس ان هي كانت طويلة. هو كمان كان مقرر ان هو كان هيبقى في جزء تاني، مقطوعة تانية متاخدة من أقدم متون سجلت في تاريخ الحضارة والحضارات أجمع في تاريخ البشر، وهي متون الأهرام. متون الأهرام اللي عثر عليها في بدايتها يعني كانت في هرم الملك ونيس في سقارة. لكن طبعا الوقت لما اتسع لعزف كمان المقطوعة التانية من متون الأهرام، وهي عزفت أنشودة المعبودة إيزيس، وكانت حاجة رائعة جدا ملفتة للانتباه. يعني كل الناس انتبهوا لإيه اللغة دي، مين إيه اللي بيتقال دوت بخصوص إيه، ودوت فعلا يعني خلى فيه تركيز كبير جدا على أصولنا وجذورنا ولغات اللغة القديمة زي اللغة المصرية القديمة بكل خطوطها. دكتور أحمد، انطباعك إيه عن اليوم امبارح؟ كيف تشعر أو كيف ترى هذا الاحترام والتبجيل والتقديس والإجلال لهذه الحضارة العظيمة اللي حضرتك أحد أساتذة علمها في جامعة القاهرة؟ سؤال مهم جدا، ومش عارف أعبر عنه إزاي. شعور غير عادي يا أستاذ يوسف بالنسبة لي وبالنسبة لكل العالم اللي شافت، بالنسبة لطلابي، بالنسبة يعني الكلام اللي كنت بقوله في قاعات المحاضرات كل الناس جابوه. حضرتك أنا صفحتي على وسائل التواصل الاجتماعي لقيت الطلاب بعتلي رسائل بيقولوا احنا دلوقتي حسينا باللي احنا درسناه لما شفنا الموكب والعظمة وطريقة الإخراج والتناغم في الموضوع والأزياء والرموز بتاعة الموكب. كمان كان يعني بيحط فيها الناحيتين اللي هو رمز الماعز اللي هو كان الريشه الزرقاء دي، هي رمز العداله. الحضاره المصريه قامت على العدل والصدق والحق والعلم والعمل والايمان عند المصري القديم والتوحيد. عشان كده احساس لا يوصف، حتى العالم كله متابعاته كله عبر عن نفس الاحساس دوت. كان كله فخر وعزه، ويعني دايما الحضاره المصريه القديمه ابهرت العالم قديما، والمصريين دلوقتي كمان بيبهروا العالم بحفاظهم على اثارهم وتراثهم وتقديمه للعالم في ابهى صوره زي اللي حصل امبارح كده.
دكتور أحمد، كان دايما يتقال للطلبة اللي ناويين يدرسوا علم المصريات، يتقال لهم يا جماعة هتدرسوا علم مصريات إيه؟ الحاجات دي ما بتأكلش عيش. فيتقال لهم إحنا هنبقى باحثين في أهم علم للحضارات في العالم، يتقال لهم يا جماعة مصر مش حاسة باللي أنتوا بتعملوه، مش حاسة بالعلم ده، مش حاسة بقيمة الحضارة. قال الكلام ده لسنين طويلة مضت. النهاردة تقدر تقول إيه لمن ينوي أو ينتوي دراسة علم المصريات؟ يعني أنا أقدر بعد الحدث الهام دوت اللي العالم كله شافه على الهواء مباشرة، وشاف الحضارة المصرية الخاصة بنا، يعني كل الدارسين وكل الباحثين في علم المصريات أعتقد إن هو ده فتحت شهيتهم أكتر للإقبال على الدراسة دي، لأن العلم دوت يا أستاذ يوسف بيدرس في أصول الحضارة القديمة اللي هي حضارة مصرية اللي كان لها إبداع في كل مناحي الحياة الخاصة بالإنسان. مصر القديم والحضارة المصرية القديمة، أول من بنى وشيد وعمر، أول من استخدم الحجر في البناء، وأقدم مبنى في العالم بناء حجر عندنا هو هرم ملكوس الموجود على أرض مصر. صحيح. أول من عالج الأجساد وتوسط الطب والصيدلة، وكان الأطباء المصريين بيخرجوا من مصر لكل العالم لعلاج المرضى. أول من توصل للفلك والتقويم وتقسيم السنة وعمل تقويم لحياة الإنسان وتنظيم حياة الإنسان. الفنون حضرتك، التمثيل، المسرح، وعندنا مسرحيات مجسدة حتى على معبد إدفو اللي هو حورة الأسطورة الأزرية الشهيرة وحورة الستيت موجودة على معبد جدران معبد إدفو وعلى الجدار الخارجي. إذن كل الإبداعات اللي الحضارة المصرية بتقدمها دي، ما فيش دلوقتي جامعة في العالم إلا وفيها قسم دراسة علم الإيجيبتولوجي وعلم المصريات، ومصر هي الدولة الوحيدة اللي لها علم بيحمل اسمها إيجيبتولوجي دونا عن سائر الدول. فده بيبين مدى أهمية العلم دوت. كل الطلاب وكل الدارسين برا اللي بيدرس هندسة، حضرتك أول محاضرة لي في علم الهندسة بيكلموه عن بناء الأهرامات، والمهندس أقدم مهندس في التاريخ محوسي بودوره. اللي بيدرس طب برضه بيكلموه عن نشأة الطب في الأرض المصرية والحضارة المصرية ودور الأطباء المصريين وأقدم طبيب مصري. فإذا هو بدايات كل حاجة هي موجودة عندنا في مصر، عشان دلوقتي كده بيتقال في كل أوروبا مصر حيث تبدأ كل الأشياء، ودي حقيقة مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. نعم. أنا أشكرك جدا 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 دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، نورتنا وشرفتنا. يعني شوف، أنا هقول لكم حاجة لطيفة، يمكن كان سؤالي لدكتور أحمد بدران مبني على رسالة إلى ابنتي العزيزة شيرة. بنتي عندها 15 سنة أو تتم 15 يوم عيد سينا كده، يوم 25 إبريل إن شاء الله. جت بنتي الصغيرة دي من حوالي سنتين وقالت لي أنا عايزة كتب على علم المصريات. قلت لها حاضر. جبت لها كتب على الإيجيبتولوجي، قعدت تقرأ. فجأة لقيتها كتاب في التاني في التالت بتقول لي أنا خدت قرار لما اتخرج من المدرسة هدرس إيجيبتولوجي. طبعا زي كل الناس قلت لها والله، أو زي الناس اللي عايزة تخلي عيالها تتعلم حلو، قلت لها أنا ماليش دعوة هتتعلمي إيه، المهم تبقي عارفة أنت مقبلة على إيه، تعلمي اللي بتحبيه، ادرسي اللي بتحبيه، اطلعي اللي نفسك فيه، أنا ماليش دعوة، بس أنت مقبلة على إيه. أنا بقول لكم بقى اللي أنا قلته لها. قلت لها يا بنتي، علم المصريات ده علم عظيم، زي الكلام اللي قاله الدكتور أحمد بدران، إحنا البلد الوحيد اللي ليها علم، إحنا أقدم وأعظم حضارة موجودة على وجه البسيطة، إحنا اللي علمنا الناس إزاي يبقوا ناس، إزاي يبقوا بشر، إحنا اللي علمناهم الهندسة والبنى، وإحنا اللي علمناهم الزراعة، بدل ما يسكنوا في الكهوف يسكنوا في البيوت بإيدنا المصريين، وبدل ما يجمعوا الفاكهة يهندسوا ويرووا ويزرعوا، إحنا اللي علمنا الناس الطب وعملنا عمليات حتى في استئصال الأورام وعلاج العقم وما إلى ذلك. ولكن يا بنتي، إحنا في بلدنا مفيش اهتمام بالكلام ده، الحفريات بتاعتنا والحاجات اللي بنكتشفها مكدسة جوه المخازن، آليات العرض بتاعتنا على قدها، إحنا بلد على قده، العلم ده مقدر بره، تخيلي مش مقدر هنا. طب وبعدين هتشتغلي ايه؟ الا انه لقيتها متشبسه بالفكره. قلت لها انت حره، وكملت قرايه فيها. اتمنى 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 بعد اللي انا شفته امبارح انه يبقى اختيار
البت شيرة يوسف الحسيني دي اختيار سليم، وإنه يبقى تشجيعي ليها تشجيع في محله، لكن أنا عندي إيمان وقناعة حقيقية بإنه بعد اللي حصل امبارح البت دي هتلاقي شغل، وشغل حلو وتقدير حقيقي، لأنه أخيراً مصر قدرت الحضارة بتاعتها.